وسهلا بيكم في حلقة جديدة من أكلات وصفات في المطبخ. النهاردة نعمل مع بعض صينية بطاطس بصدق، أكلة خفيفة وشبه البيتزا. ويلا نشوف المقادير سوا. معانا طماطم، بصل حلقات، نص كيلو صدق، زيتون، بيضاية، قرن فلفل، ثوم. معانا حوالي كيلو بطاطس مسلوقة. ويلا نشوف هنعمل ايه سوا. نجيب طاسة نحط فيها زيت، حبة زيت صغيرين، نشوح فيها بصلاية مخرطينها، ونحط مع البصل فلفل أسمر وملح، بنقلبها سوا كده لغاية لما تدينا لون مكرمل شوية. وبعد كده هنضيف ليها الفلفل والثوم، وناخد تقليبة كده مع بعض، ما نكترش في الزيت لأن اللي عندنا صدق لسه هينزل الزيت بتاعه، فنخلي بالنا. أول ما نشم ريحة الثوم كده هوت فحفح، راح ضيفين فيها الصدق، ادي نص الصدق، بنحطه كله، بنقلب كويس مع بعضه لغاية لما كل يشرب من بعض الطعم، طعم الثوم والبصل والفلفل. قلب سوا، منحطش مية خالص، مفيش مية خالص تحط لأي سوائل. كل اللي هنحطه لها البصل والطماطم هتنزل السوائل بتاعته، هيستوي في قلب بعض. نفضل نقلب كده منسيبهاش. ادي نزل الزيت بتاعه وبياخد التشويحة الحلوة. بعد كده هنضيف له الطماطم اللي متخرطة زي البصل، نقلب كويس مع بعضيها لغاية لما كل الكلام دوت يتشرب من بعض. زي ما قلت لكم مش هيتحط لها مية خالص، هي بتنزل مية من نفسها، ونسيبها بقى لغاية لما تتشرب وتستوي في قلب بعضها. ويلا نشوف بقى نعمل بطاطس ازاي. معانا حوالي كيلو بطاطس متخرطين، بنهرسهم زي بطاطس البوريه كده، وهي اصلا في المية كنت حط لها ملح، فبلاش نحط ملح عشان الصدق حطته على النار في ملح عشان متبقاش حادقة معانا. هخلص كده هو هرسها، نرجع مع بعض تاني نشوف عملنا ايه. هنا خلاص الصدق بعد ما استوى معانا هسيب برضو يتشرب شوية لغاية لما ينشف شوية من السوائل اللي هي فيها دي. ونجيب صينية فرن، وندهنها بحتة زيت صغيرة مش كتير. وبعد كده نقسم البطاطس نصين، نفرده زي عملة مكرونة بشاميل كده، نرص نصها تحت الصينية في القعر ونفردها كويس. بعد ما بنفردها بنجيب بقى الصدق وبنحط على البطاطس. معانا بيضة، بنحط لها حبة فلفل أسمر وحبة ملح، دي تتحط على الوش عشان تدي الوش أحمر للبطاطس. نقلبها كويس ونركنها على جنب لغاية لما نخلص بقية الصينية. ادي الصدق تمام كده، حلو قوي. المية بتاعته بدأت تقل شوية، مش عايزين مية كتير عشان بس البطاطس متبقاش طرية قوي واحنا بنغرفها. بنحط الصدق كله أو حسب رغبتك حسب ما تحبي، وبنحط بقية البطاطس كده على الوش، بنغطيها. بعد ما نغطي الكلام ده كله كويس، بنجيب البيضة اللي احنا ضربناها وبنحطها على الوش، بنفردها على وش الصينية كويس بالفرشة. وبعد كده ندخلها الفرن ونسيبها حوالي نص ساعة، بنشغل الشواية عليها. وادي بعد ما استوت من تحت ومن فوق بقت جميلة، تجنن كده وتفتح النفس. اتمنى كل واحدة تجربها وتقولي رأيها ايه. بتتاكل مع العيش، بتتاكل من غير عيش، مفيهاش دسم كتير، وحلوة لو خرطة واحدة لو حد عامل دايت، بتبقى مفيدة فعلا في وقت الغدا، وأكلة بسيطة وسهلة وفي كل بيت بأقل إمكانيات بتعملي عشاء أو غدا جميل، وفعلا في فوائد كتير لولادك. جربوها وقولوا رأيكم ايه. تاكل جنبيها سلطة، أنا مش عاملة سلطة، أنا مخرطة بس طماطم وخيار اللي حابب. هنا عندنا كانتلوب، حبيت اعمله عصير مع بعض كده جنب الاكلة دي. بنحط الكانتلوب وحبة سكر وشوية مية صغيرين مش كتير، ونضرب الخلاط ضربة محترمة كده هوت، بيخرج لنا عصير فريش جميل ولذيذ وبألف هنا وشفاء. جربوها، ياريت ما تنسوش اللايكات وقولوا رأيكم في الاكلة دي.